عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية. اليوم باش نحكيو على قرار من وزير الداخلية يتعلق بإنهاء مهام. لكن قبل ما نبدأ ونخوضوا في الموضوع، نذكركم أنه رجعنا بمعية الله نحلو لايف إن شاء الله. تلقاونا بارتير من نص النهار إن شاء الله، ديما نص النهار ونص ماضي ساعة من الوقت هذيك تلقاونا حالين لايف، وإن شاء الله زادا في الليل نحددوا الأيامات بتاع اللايف ونحددوا ساعات البدء في المباشر، وإن شاء الله نلتقيو مع بعضنا جميعا. قلنا اليوم باش نحكيو على قرار وزير الداخلية اللي يتعلق بإنهام المهام، وصدر في الرائد الرسمي بتاريخ 8 أكتوبر الجاري قرارا من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام. وجاءك القرار كالتالي: بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024، ينهي تكليف رضا السيسي متصرف رئيس بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية قابس. مازال التطهير متواصل، راه مازلنا في كل يوم باش نسمعوا بإقالات وإنهاء مهام، وهذا يكون في مصلحة الشعب وفي مصلحة البلد. وإن شاء الله ديما نقولوا من حسن إلى أحسن، وكم قاعدين تروا أنه ما فماش تراجع إلى الوراء، بل بالعكس الإصلاحات عمالوا تزيد وعمالوا تقدم، وإن شاء الله إن شاء الله القادم ديما أفضل. وما تنسوش أنتم لايك اشتراك، وما تنسوش للايف، وتنسوش زيادة البارتاج للفيديو باش ترجع عشان تخدم. باي باي.